أهلا بكم إلى التفاصيل. في جو جنائزي مهيب شيعت ظهر أمس بمقبرة بلدية الشمرة ببتنا جنازة شهيد الواجب الوطني نقيب هارون شريي الذي استشهد في اعتداء إرهابي بولاية تبسة نهاية الأسبوع الماضي. سعيد حريقة. معروف عندنا في بلدية شمرة بأخلاقه العالية الرفيعة. راهو يرحم الناس اللي ما عندهمش، الانسان اللي يلقاه ما عندوش يعطيله يروح للمسجد يعطيلهم. هارون نعرفوه متخلق، انسان يا ربي يبارك، فاميلا من الجامع ما يخرجش، كيروح انسان خلوق. الناس كل تشكر فيه اخويا، ما كان جامي يهضر مع واحد يشتي اخويا التطوعات من إنا لله وإنا إليه راجعون.